جزارة المعلم كتكوت، جزارة وكتكوت الاسم مش مريح. السلام عليكم، ازيك يا معلم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سعر اللحمة كام؟ 60 قرش. 60 قرش؟ هي دي جمعية تعاونية؟ مؤاخذة، احنا هنا جزارة محترمة. ايوه بس 60 قرش ده سعر كيلو اللحمة ايام ما كان الخروف بيلبس طربوش لسه. طربوش يا استاذ؟ انت شكلك كده ما اشتريتش لحمة من سنين. 60 قرش للجرام. الجرام؟ هي اللحمة دلوقتي بتتباع بالجرام يعني؟ طب وعلى كده بقى بالمصنعية ولا من غير مصنعية؟ لا ده حسب يعني، إذا كان 24 ولا 21 ولا 18. الله، هو الخروف دلوقتي بيقدم شبكة ولا إيه؟ الشبكة إيه؟ هو ده يعني حسب سن الخروف أو العجل، 24 شهر، 12 شهر، طب كده يعني. ونضيف عليهم بقى سعر التشفية والتقطيع. ايه بس كده حضرتك، يعني لو سعر الجرام 60 قرش يعني في 1000 جرام يعني 60 جنيه كيلو. لو سمحت يا معلم، كيلو لحمه بتلو ايدك على 60 جنيه. اتفضل. فيهم 200 جرام دهن اجباري، اديله يا ابني. ايه حكايه الدهن الاجباري ده؟ يعني هنعرف ان اللحمه عاديه يعني، لكن اجباري هي امتحان يعني؟ هيمتحنها ولا هياكلها يعني؟ يا استاذ بص، سعر اللحمه ارتفع كل يوم في الطالع. ده على حسب بورصة زريبة نيويورك طبعا. الشاشة دي عليها أسعار اللحمة في كل زرايب العالم، في باريس وفي لندن وفي بكين. بكين؟ بكين اللي موجودة في الصين؟ اللي في الصين. بص على غفلة، اللحمة رخصت في الصين. لعلمك تلاقيهم بيضربوا اللحمة. أصل اللحمة هناك رخيصة قوي. ممكن والله تلاقيهم بيجيبوا مثلا فرد الكاوتش ويضربوا عليها ختم يقول لك ميدن شبين مثلا. مش بعيد يعملوها، بس بيني وبينك أرخص لحمة تاكلها في اليابان. اليابان اشمعنى يعني؟ دي هناك ناس بتفهم في التكنولوجيا. ويعملوا ايه بالتكنولوجيا؟ هيزرعوا اللحمه يعني؟ مش بعيد اخويا، ممكن تنام بالليل تقوم الصبح تلاقيهم زرعينها. والله انت بتقول فيها، ممكن يعملوا اي حاجه جماعه اليابانيين دول. مش بعيد يجيبوا راس خروف مع راس كرومبا ويهجنوهم مع بعض ويطلعوا لنا لحمه مسلوقه. جدع انت، قلبت دماغي وكلت مخي. انا راجل جزار ما بفهمش غير في اللحمه. خلص بقى وقت من الاخر، ده حتى سعر مواسير العظم في الصومال رخصت. طب هما يعملوا ايه بالمواسير في الصومال؟ ده ما عندهمش ميه اصلا. يا راجل انت وجعت دماغي. الله، انا راجل ماليش دعوه، راجل جزاره افهم في الجزاره وبس. بص اهي اللحمه زادت في البدرشين كده، كيلو اللحمه يعمله 70 جنيه. ايه 70 جنيه؟ ممكن ارجع الكيلو خدته ب 60 جنيه واخد فرق الساعه؟ معاك فاتوره؟ معايا اهي، وعليها ختم العجل. ماشي، خد يا ابني حط دي عندك، وادي 60 جنيه بتوعك، وعليهم كمان 10 جنيه من عندنا. امسك، مبروك عليك. انت بقى عمال ترغيلي من الصبح، اهو سعر اللحمه زاد. لو كنت شريت لك كيلو كان زمانك عملت لك فرق 10 جنيه وانت واقف. 10 جنيه؟ بس لا مؤاخذه يعني هنخصم منهم جنيه قيمه تشفيه وتقطيع. ماشي، لو سمحت انا عايز 740 جرام كندوز. ماشي عينيا الاثنين، اديله يا ابني. تعالى يا استاذ. ادينا يا معلم 520 جرام لحمه. من عينيا، اديله يا ابني واعمل حساب الدهن، روح له. اتفضل يا استاذ. طيب يا معلم، ما دام الحكايه كده بقى، يا ريت توزن لي 150 جرام وتوصى، ويا ريت تلفهم لي لفه هديه.